معكم أيوب مرساوي من مدينة أسافي، مغني شعبي في تراث العيطرة العبدية ومن مواليد 1995. بالنسبة لاسم مرساوي جاء من عند أصدقاء ديولي، كنت كنغني معهم في واحد المناسبة، ومن ثم تعلقت لي الاسم المرساوي. الصعوبة اللي كده في الفن هي الإنتاج اللي مبقاش ما كاينش نهائيا. يعني كتنتج واحد العمل ألبوم أو لا سينجل، مني كتجي الإنتاج ما كتلقاش. هذا هو الصعوبة الكبيرة، هي تأثير ماشي كم يعني ما ماشي كم دراسة يعني باش تأثرت، ولكن اللي تأثرت بها كثير هي المرحومة فاطمة بنت حسين، هي اللي أثرتني وزادت لي قوة كثيرة باش نمشي في الميدان الفن العيطرة. ننصح الشباب اللي بغى ينتمي للشعبي أو للعيطرة كعيطرة بكاملها يدرسها مزيان، لان هي مدرسه، بخصوص الى ما كانش يعني متكي على شي يعني ميل عند شي شيخ او لا شي شيخه، يعني ما عمري فهم بعض الكلمات بزاف في فن العيطه. صدرت هذا الالبوم ديال 2018 بعنوان الى فرض الله سابح. هذا الالبوم يعني كنرجع الزمن القديم، وكوكتيل من عند فاطمه بنت حسين المرحومه، وبعض الأغاني الشعبية متنوعة، يعني شعبية متنوعة.